اليوم حفل وجلسه افتتاح المؤتمر الجهوي لبني ملال، جهه بني ملال. وفي الحقيقه هذا اللقاء، هذاك اللقاء مع المناضلين، مع المتعاطفين، مع الحزب، فتحنا حوار ونقاش حول القضايا التي تهم المنطقه من خلال تدخل مجموعه من اعضاء المكتب السياسي والوزراء المنتمون الى الحزب. وكما تلاحظون وجدنا واحد الاقبال كبير من الاخوه في بني ملال، وهي الامور بشكل جيد. اتمنى لهم التوفيق واتمنى لبني ملال التوفيق كذلك. بخصوص انسحاب من انتخابات ديال بني ملال، لا، هذا فقط اتفاق في اطار التحالف الحكومي. ارتأينا انه احنا ما نرشحوش ونخليو التجمع الوطني الاحرار، واعلنا اننا سنساند حزب التجمع الوطني الاحرار في ترشيحه في بني ملال في انتخابات جزئيه. هذا فقط. كما جينا في الوسط خاصه ما يتعلق جينا يوصل مستويات متقدمه. لا، ما كاينش الصحافه والنشر، ماشي موضوع، فقط بعض الجزئيات التي تهم الصحافه والنشر فيما يخص غير الصحفيين، هو اللي كيدخل في القانون الجنائي. السيد الجهوي، السيد الجهوي، كما يقولون